المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من السودان اليوم، والتي تضم إلى جانب نشرة الأخبار موجز اقتصادي وآخر رياضي. أما الرياضي فسيقدمه الليلة مصطفى بكري. مرحبا بكم. وفي الأخبار الرياضية، تضارب الأنباء حول موقف رئيس الاتحاد السوداني كمال شداد حول تصرف مدرب المنتخب حول قيابه في التمرين الأساسي للمنتخب. هنالك جولة في دارفور الكبرى، ونتابع حراكها المختلف، ومنه المؤتمر الصحفي لوالي شرق دارفور حول الراهن السياسي والاقتصادي في ولايته. وعبر فقرتنا اليومية أفكار وخبرات، نتابع إعلان البحر الأحمر انتهاء المهلة لجمع السلاح يوم غد الخميس. أهلا ومرحبا بكم. إلى التفاصيل. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة يوم الأربعاء رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك والوفد المرافق له بحضور رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي. ووصل حمدوك إلى مصر في أول زيارة لدولة عربية تستغرق يوما واحدا. وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء هنا إن لقاء حمدوك والسيسي بحث العلاقات بين البلدين وأفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وقدم رئيس الوزراء شرحا للرئيس المصري حول التطورات الأوضاع في البلاد بعد نجاح الثورة السودانية والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية. وبدأت بمجلس الوزراء المصري جلسة مباحثات رسمية بين البلدين، ويرأس الجانب السوداني في المباحثات دكتور عبد الله حمدوك، فيما يرأس الجانب المصري دكتور مصطفى مدبولي. انطلقت بمباني مجلس الوزراء في الخرطوم يوم الأربعاء المباحثات السودانية السويدية، ويمثلها وزير الدولة للتنمية والتعاون التنموي بير ألسون الذي يقوم بزيارة رسمية للسودان تستغرق يومين. وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور إبراهيم البدوي في تصريحات صحفية عقب المباحثات أنه عقد محادثات ونقاشا بناء مع الوزير السويدي تتناول أهداف الثورة وتبعاتها على مستوى الاقتصاد كموجهات للبرنامج الإسعافي الاقتصادي وعلاقة البرنامج بمشروعات التنمية طويلة الأجل. وأكد البدوي تطلعهم لتعاون مثمر وبناء مع الشركاء في السويد في مختلف القضايا المتعلقة بإعادة تأهيل السودان في مجتمع التنمية الدولي والمساهمة في تمويل البرامج المختلفة اللازمة، مؤملا في تعاون مثمر مع السويد بالنظر لتجربتها في العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث تعد من الدول التقدمية في طبيعة العلاقات الاقتصادية كدولة مانحة، ونوه إلى الاهتمام الكبير بهذه الزيارة. وحول جولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأوروبية، أجرت كاميرا طيبة الاستطلاعات التالية مع عدد من المهتمين. أولا يعني السودان في الفترة اللي فاتت يعني السياسات الخارجية بتاعته كانت سيئة شديد، ده ذاته بسبب السياسات بتاعت النظام السابق، وخلت السودان منغلق لحد ما وصل لخطوه في بند قائمة الدول الراعية للإرهاب. عشان الحاجة دي تحصل بالضرورة إنه كان الزيارات دي في حسن نية وبادرة، لأنه السودان حيكون عنده علاقات طيبة ووفقا للمواثيق الدولية اللي هي السودان حيلتزم بها والموقع عليها واللي هي حيصادق عليها مستقبلا، وده ذاته بيحكي إنه السودان يعني على مستقبل السودان حيحكس عليه اقتصاديا وسياسيا. يعني دائما اي دوله المفروض تحسن علاقاتها بدول الجوار. في الفتره اللي فاتت احنا كنا منقطعين عن دول الجوار، وفي مصر كانت عندنا مشاكل كثيره مع مصر، قضيه بتاعت حلايب وغيره. الحاجه الثانيه امريكا، ويعني من 30 سنه احنا كانت ما عندنا علاقه مع امريكا من الانقلاب بتاع 89، فدي حاجه كويسه كوننا نحن اول زياره خارجيه لوزير رئيس وزراء شبه منتخب يعني او منتخب ثوريا انه يزور امريكا، دي حاجه كويسه بالنسبه لنا. شيء نبارك المدنيه للشعب السوداني ومدنيه، وغايته الزياره بتاعت حمدوك دي والله ان شاء الله يعني تعود علينا بالخير، يعني لانه صراحه نحن متوقعين حاجات كثيره من الحكومه المدنيه وحمدوك بالذات، فيعني يمكن تفتح لنا المجال بتاع العلاقات الدوليه ونقدر ثاني نجيب ونستورد ونجيب حاجات من هناك وان شاء الله يعني.
القاهرة هي المحطة العربية الأولى لزيارات حمدوك، تحمل العديد من المعاني والدلائل بعد أن قام بأول زيارة له بعد توليه المنصب إلى جوبا، باعتبار أن العاصمتين تمثلان المحور لاستقرار الخرطوم، وحمدوك الذي يحمل آمال وتطلعات الشعب السوداني في فك عزلته وعودته للمحيطين الإقليمي والعالمي. وفي الأجندة زيارة باريس ونيويورك وتكوين مشهد سوداني جديد في علاقات السودان الخارجية. صفحة جديدة مع دول العالم يتم إعدادها من خلال جولات السيد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إلى كل من مصر وربما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غياب طويل دام لأكثر من ربع قرن من الزمن على مستوى الرئاسة السودانية، غياب وبحسب مراقبين تضرر منه السودان على مستويي الاقتصادي والسياسة. زيارة رئيس الوزراء في هذه المرحلة أعتقد بأنها ستحمل كثير من الملفات الاقتصادية، لأن السودان يمر بأزمات اقتصادية على مختلف المجالات من طيلة خلال الفترة السابقة، ومن ضمنها ملفات الديون العالقة. سيكون هنالك بعض المباحثات ربما تكون في الأمم المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع الحصار الاقتصادي على السودان. زيارة مصر التي تدثرت بأواصر العلاقة الأخوية والجغرافية والتاريخ بجانب علاقات اقتصادية وأمنية متبحثرة، لابد من وضعها في سلة واحدة لتجد حظها من النقاش في ظل متغيرات إقليمية ودولية. يشكل السودان نقطة مهمة تنطلق منها العديد من المصالح الاستراتيجية المشتركة مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ليتمكن عبرها السودان من البعد عن شبح الإرهاب الذي ظل يلاحقه عقدين كاملين من الزمن، وهي ملفات ربما تكون متوقعة. لكنه ما الجديد في هذه الزيارة؟ الجديد في هذه الزيارة بأنه التحالف الأفريقي المزمع تكوينه بين دول أفريقيا ومصر من ضمن الدول التي يجب أن يتشاور فيها مع السودان في هذا الإطار. إما الزيارة بتاعت أمريكا، طبعا زيارة مختصة بجمعية العامة الأمم المتحدة، وهي زيارة مهمة جدا خاصة بأن السودان مكبل مجتمعيا في كثير من القرارات المجتمع التي صدرت، لا سيما في قرارات موجودة اقتصادية في حظر أمريكي موجود اقتصادي رغم أنه رفع جزئي، لكن لا زال يحتاج للمزيد من الإجراءات. وتنتظر الحكومة الانتقالية العديد من المهام السياسية والاقتصادية التي تعتمد على الدعم الخارجي الإقليمي والدولي، وهو في حاجة ماسة للاستفادة وتبادل المصالح بين الدول خاصة أوروبا وأمريكا، مما تجعل الآمال معلقة على جولات السيد رئيس الوزراء الحالية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ورفع الحظر كليا عن السودان. رمضان عبد القادر، الخرطوم. خطط إسعافية عاجلة وضعتها حكومة حمدوك لإخراج البلاد من غرفة الإنعاش ومعالجة المشكلات المتراكمة، منها إعلانه خطة المئتي يوم، أثارت ردود أفعال متباينة في الشارع السوداني حول قدرتها في تقديم الجرعات اللازمة لعلاج العلل المزمنة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني. المزيد في التقرير التالي. خطة المئتي يوم التي أعلنتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أثارت ردود أفعال متباينة في الشارع السوداني حول مقدرة الخطط والبرامج الإزعافية على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان ومعالجة المشكلات المتراكمة خلال فترة النظام السابق وتحقيق تطلعات الشعب السوداني المتطلع لقطف ثمار الثورة. وشملت الأولويات التي أعلنتها حكومة حمدوك إجراءات اقتصادية وسياسية أبرزها التحضير للمؤتمر الدستوري وتنفيذ برامج مكافحة الفساد بجانب فك الأموال المجمدة لتسيير دولاب العمل والسعي لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية وإلقاء القوانين المقيدة للحريات، فضلا عن وضع سياسة خارجية متوازنة.
معالجة الإشكاليات الأمنية وطي ملف الحرب في مناطق النزاعات خلال فترة 200 يوم يعد بحسب المهتمين من الأمور الممكنة، غير أن معالجة الأزمة الاقتصادية وتوفير الخدمات بالتوازي مع معالجة قضايا الحرب والسلام يمثل نوعا من المستحيلات لضيق المدة الزمنية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. شهد رئيس لجنة استلام الدعم الخارجي العميد ركن موسى أحمد عمر بجهود دولة تركيا حكومة وشعبا، جاء ذلك خلال وصول المساعدات الإنسانية التي تم استلامها صباح اليوم بمطار الخرطوم والتي بلغت 30 طنا محملة بالمواد الغذائية والصحية بجانب مواد الإيواء، والتي جاءت عبر مساهمات لعدد 18 منظمة تركية لمساعدة المتضررين من السيول والأمطار التي ضربت معظم ولايات السودان، مشيدا بكل الجهود التي وقفت مع السودان في هذه المحنة، خاصة المنظمات المختلفة التي في طليعتها منظمات الأمم المتحدة بالسودان. باسم لجنة استقبال الدعم الخارجي وإنابة عن المجلس السيادي نتقدم بوافر الشكر والتقدير للإخوة في تركيا حكومة وشعبا على هذا الدعم، ونشكرهم على كل ما قدموه، وكذلك يمتد شكرنا إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأجنبية والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل من شارك في السيول والأمطار وساعد في الوقوف مع أهلنا المضررين من جراء السيول والأمطار. وعلى صعيد متصل، قال رئيس منظمة الهلال الأحمر التركية إبراهيم ألتان ممثل الجانب التركي إن المساعدات جاءت وقوفا مع المتضررين من السيول والأمطار في السودان في إطار العلاقات التركية السودانية الحميمة التي تتمتع بقدر كبير من التعاون البناء والمشترك على عدد من الأصعدة، وقال إنهم سيقومون بإنشاء قرية صغيرة تركية في إحدى هذه المناطق. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رئيس فريق هلال الأحمر التركي سردار يلماز. عندما عرفنا المشكلة، مشكلة السيول في السودان، نحن جهزنا، يعني انتقلنا إلى السودان بسرعة، وصباحا انتقلت طائرتين عسكريتين، شحن عسكريتين محملتين مساعدات إنسانية تضمنت مواد غذائية صحية ومواد تنظيف، بطانيات وخيم. من جانبه، قال المفوض العام لمفوضية العون الإنساني دكتور محمد السناري مصطفى إن جميع المواد سيتم توزيعها بالتساوي لكل الذين تضروا من السيول والأمطار، شاكرا جهود تركيا لهذا الدعم الذي يعبر عن مدى التلاحم بين الشعبين، مؤكدا أن العمل الإنساني يجد اهتماما من كل المجتمع الدولي، خاصة في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت على السودان. هذه المشاركة من دولة تركيا عبر عدد مقدر من المنظمات التركية، تحمل هذه الطائرة 30 طن من مواد الإيواء ومواد صحية ومواد غذائية. حقيقة هذه اللفتة البارعة من الإخوة في جمهورية تركيا تعبر عن مدى تلاحم بين الشعوب وبين المسلمين، وتؤكد بأن العمل الإنساني يجد اهتماما من كل المجتمع الدولي، خاصة دولة تركيا. نحن ننتهز هذه السانحة ونعبر عن سعادتنا وشكرنا كدولة السودان لإخواننا وأهلنا في تركيا على هذه المساعدات الإنسانية القيمة التي أثلجت صدورنا. استقبلت ولاية النيل الأبيض اليوم قافلة الدعم التي سيرتها ولاية دارفور، ولايات دارفور دعما للمتأثرين بالسيول والفيضانات التي ضربت عددا من محليات الولاية، تشمل مواد غذاء وإيواء. وكشف مدير شرطة الولاية اللواء شرطة عيسى آدم عن حجم الضرر والخسائر التي تعرضت لها محليات الولاية جراء السيول والفيضانات، معربا عن شكر مواطني الولاية لجهود حكومة جنوب دارفور وفعاليات الولاية في إغاثة المنكوبين. هؤلاء الأخوة أتوا إلى ولاية النيل الأبيض لمؤازرة المواطن في ولاية النيل الأبيض ما ألمت به من ظروف طبيعية من سيول وأمطار أدت إلى كوارث طبيعية تمثلت في انهيار بعض مؤسساتنا كالمدارس
المستشفيات والمراكز الصحيه واقسام الشرطه، وكذلك الضرر الكبير اللاحق في المزارع والمشاريع الزراعيه الكبيره، وكذلك فقدت الولايه او قدمت 12 شهيدا من جراء تلك الاحداث. حقيقه هذه الخافله مكونه من المواد الاساسيه اللي بتحتاج لها الولايه، عباره عن مواد ايواءات، مشمعات وفرشات ومواد غذائيه، عباره عن ذره وسكر ودقيق، وما قدموه الوفد هو احتياج الفعلي للولايه. من جانبه قال ممثل حكومة جنوب دارفور إن هذه القافلة جاءت بمشاركة واسعة من الفعاليات الرسمية والشعبية بولاية جنوب دارفور، تضامنا مع المتأثرين بالسيول والفيضانات بالولاية. وهذه هي قافلة النيل الأبيض القادم من نيالا جنوب دارفور، وهي تحمل 500 جوال ذرة و1000 جريكان الزيت و1000 جوال سكر صغير، 500 كيس صابون بودرة، و200 مشمع مقوى، و480 فرشة مصرية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يخفف الألم وتأثير الكارثة على أهلنا في محليات ولاية النيل الأبيض. افتتح رئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان بحضور عدد من المسؤولين في الدولة اليوم مجمع الكدر لتصنيع اللحوم بمساعة 54 فدان، ويقدم المجمع منتجات لحوم حمراء متنوعة ذات مواصفات وجودة عالمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والصادر، ويعمل بطاقة إنتاجية ب 500 رأس من الأبقار و3000 رأس من الضان والماعز في المناولة الواحدة تصل مدتها إلى 10 ساعات. والمجمع مجهز بأحدث التقنيات في مجال المسالخ، ويضم 21 ثلاجة لحفظ اللحوم والأحشاء الطازجة و6 ثلاجات للتجميد، ويتم التعامل مع الأحشاء البيضاء بما يتناسب مع طبيعتها وعملياتها اللوجستية في درجة التخزين، ومزود بتغليف بالأساليب الحديثة. المصنع ده هو بيجي داعم لتوجه الحكومة بإيقاف المواد الخام، وفي نفس الوقت هو بيدي يعني مثال عملي إنه هي ما مسألة بتاعت لحوم بس، هي لحوم، صناعات جلدية، أسمدة، مختلف يعني بنلقى ممكن تطلع بس من الثروة الحيوانية دي أنت ممكن تتكلم عن تطوير 7 أو 8 صناعات إضافية. دي مسألة مهمة شديدة. المسألة الثانية إنها هي بتفتح فرص كبيرة للتشغيل، ودي المسألة الأهم في الفترة القادمة، مسألة تشغيل الشباب من الجنسين. وبرضو أنا بتخيل وبتوقع إنه المصنع ده ذاته يكون عنده إضافته من ناحية المسؤولية الاجتماعية تجاه سكان المنطقة، ونتمنى إنه ذات المسلخ ده يكون موجود من قبل المنظمات الدفاعية أو من قبل القطاع الخاص في مناطق الإنتاج وفي المناطق اللي كانت بتعاني من النزاع. نود ان يعني يتحول السودان من دوله يعني مشهوره بالنزاعات لدوله مشهوره بالمنتجات ومشهوره بالتنميه، وتقدم نموذج، لانه يعني ما يحتويه السودان من موارد مختلفه ومتنوعه ومتعدده قل ما توجد في دوله واحده. نتحول بموضوعات جوله السودان اليوم الى ملف دارفور. عقد والي شرق دارفور المكلف اللواء ركن المزمل أبو بكر محمد حاج مؤتمرا صحفيا اليوم في بيت الضيافة في الضعين، تناول فيه الوضع السياسي الراهن ومسيرة التنمية بالولاية، مؤكدا حرص واهتمام حكومة الولاية بالتنمية البشرية، مبينا أن ولاية شرق دارفور من أفضل الولايات استقرارا في خدمات السلع الاستراتيجية الوقود والدقيق. في استمرارنا في التنوير حول التنمية والأحداث كلها في الولاية إن شاء الله، حريصين كل الحرص في أنه نصل لهذه النهايات الطيبة، ونأمل أنه النهايات دي برضو تكون إن شاء الله نهايات لحكم رشيد وانتخابات إن شاء الله حرة ونزيهة تؤدي إلى فترة انتقالية إلى نهاية الفترة الانتقالية بسلام وحكم دائم إن شاء الله، ديمقراطية مستمرة مستدامة إن شاء الله.
ونبقى في شرق دارفور، حيث أعلنت الولاية خطة لتأهيل محطة أبحاث الغزالة جاوزت للثروة الحيوانية ودعمها بالمعدات المطلوبة حتى تؤدي دورها في أبحاث الثروة الحيوانية، خاصة وأن الولاية تضم أكثر من 20,000 رأس من الماشية. وكشف والي شرق دارفور عن شراء 50 من الأبقار المحلية لإجراء البحوث البيطرية، بجانب العمل على إدخال سلالات جديدة من الماشية المستوردة من هولندا إلى الولاية. كما أكد الوالي اهتمام الحكومة بالشريحة الرعوية وتأمين 7 مسارات ومراحيل وفك الصواني. أكد والي شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي التزام حكومته بتعزيز الأمن والاستقرار وبص هيبة الدولة والعمل على حماية الموسم الزراعي من التعديات التي قد تطرأ بين المزارعين والرعاة. وجه الوالي خلال زيارته إلى محلية طويلة لجنة أمن المحلية بحسم كل التفلتات الأمنية، وذلك باستصدار قرار بمنع ارتداء القناع الكادامول وحمل السلاح، فضلا عن تنفيذ قرارات لجنة أمن الولاية بشأن منع تجوال السيارات غير المقننة. إلى ذلك أعلن تأهيل مستشفى محلية طويلة ودعمه بالمعدات. السودان اليوم متواصل معكم من قناة الطيبة الفضائية في الخرطوم، وفيه بعد الفاصل تتابعون: البحر الأحمر، انتهاء المهلة لجمع السلاح يوم غد الخميس. مرحبا بكم ثانية في السودان اليوم، وأتحول بكم إلى النشرة الاقتصادية. اختتم منتدى السودان الاقتصادي عمله في فندق السلام روتانا بإصدار 17 توصية لتعزيز النمو الاقتصادي عبر أنظمة الشمول المالي. وأوصى المنتدى بتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات والإسراع في تنفيذ مصفوفة الدفع الإلكتروني، إضافة لسرعة اتخاذ قرارات الدفع الإلكتروني وتنظيم خدمة الرصيد غير المقنن وتنفيذ القرارات السابقة الخاصة بإدخالها ضمن منظومة القطاع المصرفي. وجاء في التوصيات تكوين مجالس استشارية مصرفية للمساهمة في حل المشكلات المصرفية المزمنة والاهتمام بالقطاع الخاص والعمل على تطويره. وكان المنتدى قد خصص أولى فعالياته لمناقشة قضية الشمول المالي وأثره في النمو الاقتصادي بمشاركة واسعة من الخبراء والمعنيين بالشأن الاقتصادي. كشف الأمين العام لاتحاد المخابز جبار الباشا عن نقص في الغاز الذي يستخدم في المخابز، مما أدى لنقص في الخبز بولاية الخرطوم. ودعا الباشا في تصريح لوكالة السودان للأنباء الجهات المختصة إلى ضرورة توفير الغاز في الوقت المناسب للمخابز، مضيفا أن شركات نقل الغاز أحجمت عن نقله بالصورة المطلوبة. وأكد أن عمليات انسياب دقيق الخبز المدعوم من الدولة من المطاحن للمخابز عبر الوكلاء جيد، وذكر أن استهلاك ولاية الخرطوم من دقيق الخبز يوميا 40,000 جوال. من النشرة الاقتصادية مباشرة إلى زميلي مصطفى بكري ليقدم الليلة أخبار الرياضة. مساء الخير مصطفى. مساء النور خليل، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأخبار الرياضية عقب الفاصل. تضاربت الأنباء حول موقف رئيس الاتحاد السوداني كمال الشداد بخصوص تصرف مدرب المنتخب زير فاكو بعد ما غاب من التمرين الأساسي للمنتخب قبل مباراة تشادي الماضية، حيث أكدت تقارير صحفية أن الشداد رفض بشكل قاطع مقابلة المدير الفني للمنتخب عقب طلبه تسلم كافة مستحقاته المالية طرف الاتحاد قبل مباراة تشاد، الأمر الذي أثار غضب قادة اتحاد كرة القدم، فيما أشارت متابعات صحفية إلى حل المشكلة القائمة بين مدرب المنتخب واتحاد الكرة، حيث سيقود الكرواتي السودان خلال مباراة منتخب السودان للمحليين أمام تنزانيا يوم الجمعة القادم. في أول سابقة من نوعها على المستوى الرياضي، أقسم خالد هارون رئيس النادي الأهلي على المصحف أن يكون على بعد مسافة واحدة من كل الأعضاء بالنادي. وكشف خالد في أول اجتماع عقب تقلده المنصب، كشف عن اكتمال تكوين القطاع الرياضي للنادي الأهلي برئاسة المقدم خالد الياقود،
وخالد شيخ الدين بالإضافة لأحمد أبو القاسم. كما أعلن خالد هارون عن تكوين لجنة للعضوية برئاسة نائب الرئيس أبو شامة وأمين المال يحيى حمزة وعباس عبد الحميد والمدير التنفيذي. قرر الجهاز الفني للهلال بقيادة صلاح أحمد آدم منح اللاعبين راحة عن التدريبات اليومية على أن يبدأ الفريق مرحلة التحضيرات للدوري الممتاز غدا الخميس تجنبا للإرهاق بعد عودة البعثة من نيجيريا. وسيخوض الأزرق مواجهة قوية في بطولة الدوري الممتاز أمام الفلاح عطبرة في 26 من الشهر الجاري قبل أن يستقبل أنيمبا النيجيري في 29 من ذات الشهر. هذا وينتظر أن يكون عدد من نجوم الفريق غادروا مع المنتخب إلى تنزانيا لمواجهة منتخبها في دار السلام ضمن تصفيات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين. انتهت الأخبار الرياضية، أعود لك مجددا خليل لمواصلة موضوعات السودان اليوم. شكرا مصطفى، وقد قدمت الرياضة في السودان اليوم، ونتحول إلى فقرة أفكار وخبرات. أعلنت ولاية البحر الأحمر تمديد مهلة التسليم الطوعي للسلاح بالولاية إلى الخميس نتيجة للاستجابة الكبيرة من قبل المواطنين، مشيرة إلى استمرار حملة جمع السلاح بحسب القرار الولائي رقم 103 الصادر من والي البحر الأحمر، حيث باشرت اللجنة مهامها بشكل جيد. قال مدير إدارة الجنايات بالإنابة العقيد شرطة عبد الغفار الطيب إنهم تسلموا أعدادا كبيرة من السلاح المرخص بصورة طوعية في الحملة التي تمتد لثلاثة أيام، مناشدا جميع المواطنين تسليم أي أسلحة بطرفهم، مؤكدا أن لا مساءلة على السلاح غير المرخص، فيما يتم تسليم السلاح المرخص بموجب إيصال ويتم رده بمجرد استدباب الأمن. وطالب عبد الغفار الأجهزة الإعلامية بالمساهمة في الترويج لجمع السلاح من المواطنين عبر كافة الوسائل الإعلامية المختلفة في إطار مبادرتهم الداعمة لتعزيز التعايش السلمي، كاشفا أن السلاح المسجل لدى سجلات شرطة الولاية بنحو 2000 قطعة سلاح. المشاهدون الكرام، تكامل السودان اليوم لهذا اليوم، وفي ختامه كالمعتاد أذكر بالعناوين. حمدوك يجري مباحثات مع السيسي في القاهرة تتصل بالعلاقات الثنائية. البرهان يفتتح مجمع الكدر والتصنيع لتصنيع اللحوم والمجمع بمواصفات عالمية تحقق الاكتفاء الذاتي والصادر. وصول طائرتين تركيتين لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان. شكرا لكرم المتابعة، أتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.